اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن اسامه، برحب بحضرتك وبكل ضيوفك الكرام وكل مشاهدي برنامج الاشبال في كل مكان. يمكن زي ما حضرتك كان ليك السبق في اذاعه اول مباراه واستوديو تحليلي لمباراه الناشئين في مصر، كمان حضرتك معاك السبق ان احنا موجودين في معسكر النادي الاهلي مواليد 2001 و2003 من مدينه الاسماعيليه. يمكن كابتن اسامه يمكن يعني في صور كتير هتوصل لحضرتك هتنقل لك اجواء المعسكر هنا، معسكر اكثر من رائع، مكان اقامه اكثر من رائع، ملاعب، كل التجهيزات موجوده، بجد في طفره كبيره بشهاده قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. يمكن عايز اقول لحضرتك ان نفس المكان اللي معسكر فيه فرق الناشئين بالنادي الاهلي كان معسكر فيه منتخب السنغال استعدادا لكاس الامم الافريقيه الاخيره في مصر 2019، وكمان منتخب نيجيريا قبل خوض غمار بطولة أفريقيا الأخيرة. النادي الأهلي ما بيبخلش على ناشئيه ولا على أولاده، يمكن الإدارة قايمة بواجبها تماما تجاه القطاع وبقيادة كابتن خالد بيبو وأكثر من مدرب مميز موجود في القطاع السنة دي. أعتقد إن شاء الله إن قطاع الناشئين في النادي الأهلي يبقى شكله مختلف بشكل كبير. يمكن معاه في هذه اللحظات كابتن ياسر رضوان المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 2001، يكلمنا أكثر عن المعسكر والأجواء داخله. يعني كابتن ياسر برحب حضرتك في البداية، يعني الاجواء انا معاكم كل يوم من الساعه 7 الصبح لحد 8 مساء، تدريب صبح وبعد الظهر، بتهيألي النظام اكثر من رائع السنه دي. اهلا طبعا بيكم، وزي ما تعودنا منكم انتم معانا في كل مكان، تغطيه شامله على مدار اليوم. طبعا معسكر زي ما انت قلت ان هو افضل حاجه اتعملت من كابتن خالد بيبو، ان هو اختياره المكان نفسه، الهدوء، كل الامكانيات متوفره، في جو كويس جدا عاملينه هنا، جو اسري محترم، وخاصه احنا طالعين فرقتين مع بعض 2001 و2003 مع الكابتن شرف، بنشوف بعض، الولاد يبقوا قريبين جدا من بعض ويعرفوا بعض اكتر. بصراحه معسكر انا شايف ان هو ناجح، مستر مايكل برضو عامل شغل كويس، يمكن احنا ما بنضيعش وقت خالص هنا، وفعلا المعسكر ده يمكن هو لمده اسبوع لكن الافاده بتاعته انا بقول مش اقل من شهر. يعني كابتن اعتقد المعسكر كمان فات في حته الدمج، انه فرقه 2001 في دمج بينها وبين فرقه 2002، اعتقد ده مفيد، المعسكر قرب اللاعبين من بعض بشكل كبير. والله انا زي ما قلت لك برضو في الاول ان هي الموضوع كان مهم بالنسبه لنا ان الاولاد يبقوا قريبين جدا من بعض، مش عايزين حته الفاصل بين 2001 او 2002. لا الحمد لله قدرنا نسيطر عليها بسرعه، وبشهاده كمان الراجل الاجنبي اللي موجود معانا ان هو فعلا عمليه الدمج كانت ممكن تاخد منه وقت طويل، لكن الحمد لله موضوع المعسكر ده حل لنا مشاكل كتير. متوفر عندنا كل ما بنحتاجه من ادوات للشغل داخل الملعب. زي ما قلت لك برضو الكابتن خالد بيبو بصراحه بيعمل على اقصى جهد ان هو يوفر لنا كل سبل للنجاح، والحمد لله لحد الان بصراحه احنا ما فيش حاجه ناقصانا، بنتمرن كويس، مكان اقامه كويس، بنستفيد من كل دقيقه، محاضرات سواء فنيه او بالفيديو مع مستر مايكل، بصراحه الامور كويسه جدا هنا. شكرا كابتن، نتمنى لكم التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. شكرا.